مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشة تلفزيون الفجر الجديد، نتواصل معكم في هذه التغطية المباشرة لقصة قد أثارت لطالبة فرحت بمعدلها، لكن لم تكتمل الفرحة ولم تتذوق النجاح بسبب مرض منعها من استكمال 3 مواد في الثانوية العام، ولو استكملتها لكانت الأولى على فلسطين. مشاهدينا ومتابعينا، استكمال هذه القصة للطالبة طبعا ربا حامد، جمال حامد من بلدة شوفي، واستكمال هذه القصة ودور الوزارة في متابعة هذه القضايا ودور وزير التربية والتعليم الدكتور صبري صيدم الذي كان دائما شامخا وحاضرا في مثل هذه القضايا الهامة ليكون المعزز الأول في دفع مسيرة طلبتنا في هذه القضية الإنسانية وقضية هذه الطالبة. واليوم معنا الوزير الدكتور صبري صيدم ليحاكي هذه الطالبة ربا حول هذه القضية ليكون دائما حاضرا في كل القضايا. دكتور صبري، نحن مباشرة من شاشة تلفزيون الفجر الجديد، ومعك مباشرة الطالب ربا ووالدها الأستاذ جمال. تحية لربا الحبيبة بنتنا العزيزة، وتحية لوالدها الكريم وأسرتها الطيبة، تحية لتلفزيون الفجر، وأنا سعيد جدا بأن أكون مع ربا. إن شاء الله أدعو لها بالتفوق والنجاح، وأدعو الله لها بالشفاء دائما وأبدا. أقول ربا العزيزة إن شاء الله يا عمي قريبا نراك بإذن الله، المرض لن يكون عائق، والحمد لله نظام الإنجاز الثانوية العامة الجديد يتيح لك إن شاء الله من خلال الدورة الأولى في حال عدم إمكانية إكمال كل المواد أن تذهبي للدورة الثانية، وإن شاء الله في الدورة الثانية بتبدأي وتنجزي وإن شاء الله بتحققي ما تشاءي وتصبو إليه. وأنا إن شاء الله يا عمي ربا قريبا سألتقيك، أدعو لك دائما بالتوفيق، وسأدعوك إلى احتفال 10 الأوائل واحتفال الأوائل القريب حتى تكوني موجودة معنا، لأنه أنا أعتبر أنه إرادتك حديدية والحمد لله، ولو شاءت الأقدار لكنت الأولى بالفعل، ولكن ما شاء الله وقدر فعل، الإرادة قوية إن شاء الله والعزيمة قوية، وإحنا معك بإذن الله يا عمي حتى تحقق نتيجتك المرجوة وتفخر فيك كل فلسطين بإذن الله. دكتور يعني خلينا أسرد لك المواد اللي ما أخذ فيها: الرياضيات 200 من 200، التربية الإسلامية 100، الأحياء 100، الكيمياء 99، وأيضا تكنولوجيا 100. دكتور أخي منتصر، أنا تعرف طلعت على تقرير تلفزيون الفجر مشكورا هذه الشاشة الحبيبة، وطلعت على هذه النتائج، وأعتقد جازما أنه ربا إن شاء الله في الدورة الثانية ستبلي بلاء حسنا كما أبلت في الدورة الأولى، تتجاوز حاجز المرض، وإن شاء الله نكون على موعد مع الاحتفاء بها بتميزها وإنجازها وإبداعها بإذن الله، والمرض لن يكون عائق، والحمد لله نظام الثانوية العام الجديد بهذا الشكل الإنجاز يعطيها مجال أن تستكمل، وإلا كانت ستنتظر عاما دراسيا كاملا من أجل أن تحقق رغبتها في الجلوس للمواد والنجاح. فالحمد لله الفرصة متاحة خلال أقل من 3 أسابيع، في 4-8 تحديدا إن شاء الله تكون ربا على مقعد الامتحانات، وبعدها بفترة قليلة إن شاء الله نحتفي فيها سويا إحنا وتلفزيون الفجر وكل أبناء وبنات شعب فلسطين بتميزها وبإنجازها وبإبداعها بحول الله. دكتور صبري، يعني هي ربا معك مباشرة، بدها تحكي معك مباشرة كمان، يلا يا ربا احكي للدكتور وزيرنا شو بدك تحكي، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام يا عمي ربا، أهلا وسهلا بك. أنا حابة أشكرك على الاتصال. اهلا يا عمي، اهلا وسهلا، هذا اقل الواجب، وانت بتعرفي احنا في وزاره التربيه والتعليم العالي بنفتخر فيك وبنفتخر في متابعه المبدعين والمتميزين في فلسطين، وانا ان شاء الله عهد باذن الله ستكوني معنا في احتفال قريب، وانا اعتقد انه انت عندك اراده حديديه ان شاء الله تصنعي اللي اردتي ان تصنعيه واللي القدر سبحان الله اخرك فيه، ولكن الدوره الثانيه على موعد قريب ونشوفك ناجحة ومتميزة بإذن الله يا ربا. إن شاء الله. بالتوفيق يا عمي، ودويلك دائما أنت وأهلك بالتميز والإبداع، وإن شاء الله بدي عزيمتك قوية وإرادتك قوية، وأشوفك من المتفوقات، واحتفي أنا وأبناء شعبنا وأهلك الأحبة
بتميزك وابداعك ونجاحك ان شاء الله يا ربا. شد الهم يا عم، شد الهم. دكتور، والد ايضا، والد ربا هو مدير مدرسه ايضا في محافظه طول كرم، الاستاذ جمال حامد، وايضا تم تكريمه من قبلك مرتين لابداعه ايضا. هي بدي اتحدث مع اي ليلك كمان. السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ. تحياتي تحياتي دكتور صبري. انا بدي اشكرك حقيقه، يعني بدي اشكرك اولا لاهتمامك بالموضوع، ثانيا بدي اشكرك على نظام هذا الرائع اللي هو الانجاز في الثانويه العامه، اللي اعطى فرصه قد يعني في اثناء تقديم الامتحانات قد يتعرض لها اي شخص يعني بعد التجربه، فالحمد لله هذا خفف علينا يعني المشكله وهونها علينا، وان شاء الله يعني في الفتره القادمه بتكون لها فرصه. لكن السؤال اللي بدي اساله، يعني في حال انه يعني هذا مش الي كسابقه يعني ضمن القانون، يعني كنوع من تطوير القانون، انه في حال حصل طالب في الدوره الثانيه على معدل نفس على او يساوي الطلاب اللي حصلوا عليه في العشره الاوائل، هل يتم التعامل معه بنفس الطريقه ولا كيف، يعني انه يعتبر من عشره اوائل؟ أولا أستاذ جمال، إحنا بنعتز فيك في أسرة وزارة التربية والتعليم العالي، وأسعدني تشرفت بتكريمك في مناسبتين كمدير متميز، ومن الواضح إنه الصبية العزيزة ابنتكم الموقرة ربا هي امتداد لأسرة طيبة أصيلة مبدعة ومتميزة. الله يبارك فيك. أعتقد إنه تلفزيون الفجر العزيز وهذه الشاشة الأصيلة الكرمية الفلسطينية أعطت المجال الآن ليعرف الشعب الفلسطيني عنها. وبالتالي اخي الحبيب اطمئنك، يعني ان شاء الله هي تحرز النتيجه اللي بدها اياها، واحنا بنكون على موعد بالاحتفاء بتميزها مع تلفزيون الفجر ومع ابناء شعبنا، بما انه هذه القصه اصبحت قصه مشهوره الان الكل يعرف عنها، فانت النجوميه تميزت فيها ليس فقط في ادائك وانما بابداع الصبيه ربا، وان شاء الله كما قلت لك احنا على العهد هي تتميز وستكون في المقدمه ان شاء الله في الرعاية والاهتمام والمتابعة أخي العزيز، هذا عهد إن شاء الله. الله يبارك فيك دكتور، وشكرا لك وشكرا لاهتمامك. حياك الله، مبارك بانتظاركم إن شاء الله تكملوا هذه الفرحة. شكرا لك دكتور على حضورك واهتمامك بهذه القضية والقصة المباشرة، يعني اللي انت بتتابعها لأنها قضية فعلا تستحق الاهتمام، وأنت دائما على رأس الهرم كوزير تربية وتعليم في دعم مثل هؤلاء اللي هم أبنائك وأبناء شعب فلسطين، اللي احنا تعودنا ابتداء دائما من وجهة المقاومة من الخان الأحمر، واليوم مع ربا في دعمها وتعزيزها وإعطائها النفس للمرحلة القادمة في الدورة القادمة للإبداع والتميز. شكرا لك دكتور. أشكرك يا منتصر، تحية وألف يعني بطاقة محبة مني لربا وأمثال ربا العاقدي العزم إن شاء الله على الانتصار في مسيرة المعرفة، واللوحة المشرقة اللي برسمها شعبنا الفلسطيني بالخان الأحمر تستكملها ربا ومثيلاتها إن شاء الله، وإحنا قريبا إن شاء الله يا أخي منتصر نحتفي معك ومع أسرة الفجر بتميزها والمزيد من الإبداع. تحية للأستاذ جمال وأسرته الطيبة وكل من أحاط هذه القصة بالرعاية المطلوبة حتى ترى فلسطين كيف بناتها وأبنائها يتميزوا بالإصرار دائما وأبدا. شكرا. شكرا لك دكتور. شكرا مشاهدينا ومتابعينا، يعني مباشرة اهتمام وزير التربية والتعليم العالي الدكتور صبري صيدم بهذه القصة، قصة الطالبة ربا جمال حامد من بلدة شوفي، التي كما قلنا أن المرض منعها من استكمال بعض متطلبات الثانوية العامة، ولو استكملتها لكانت الأولى على فلسطين، ولكن كما وعد الوزير بأنها ستكون في المقدمة وستكون حاضرة في التميز والإبداع وأيضا التكريم، وسيشاركها الفرحة الوزير بذاته الدكتور صبري لاحقا في حفل التكريم الذي سيقام في هذه المحافظة بانتظار تتويج الملكة، أنا بدي أقول الملكة والمتحدية ربا جمال حامد في هذا التفوق الذي تستحقه، ولا زال أمامها الاستحقاق القادم لهذا التفوق وهذا النجاح. مشاهدي متابعينا، شكرا لوزير التربية والتعليم الدكتور صبري صيدم، شكرا لكل من أحاط الاهتمام بهذه الطالبة ربا جمال حامد، والأستاذ أيضا جمال حامد والد ربا وكل أسرة حامد اللي تابعوا هذه القضية، وفعلا يستحق منا هذا الاهتمام وهذه الصورة التي فردنا لها مساحة واسعة لكي تكون في المقدمة لأنها طالبة تستحق.